من بعد ليكيب ناسيونال سي رضا. خلينا نحكيو على الخضره وتعديت الخضره على تو بعدين عايزين نحكيو على الخضره ونحكيو على فيرست ديليفري اول شركه توصيل في تونس كالعاده. نبداو بالكويز رابيديتي نعطيكم السؤال سؤال السرعه بما انه نحكيو على شركه التوصيل الاولى والشركه التوصيل الاسرع في تونس فيرست ديليفري. عندكم اليوم سؤال نورمالمون سهل نورمالمون سهل من وحي اللي نقولوا احنا الاكتواليتي واللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة. شكون اللاعب صاحب الخماسية الأسرع في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية؟ معناها شكون اللي مركة خماسية في وقت أقصر من أصحابه الكل؟ مش نحكيو عليهم هذوما ثلاثة، يا إما نحكيو على ليونيل ميسي وإلا لويس أدريانو وإلا إيرلينغ هالاند. شكون اللي مركة أسرع خماسية؟ أي سيريضا شكون؟ ميسي. ميسي سيريضا. باه أمين. ميسي. ميسي أمين. لطفي. ميسي وبعده هالاند. هالاند تعجبوني انتم عندكم ثقه كامله في الاجابات نتاعكم وتبعوا سيريضا تربحوا به. امين هالاند في 35 دقيقه. هالاند 35 دقيقه. نسجل الاجابه. لويس ادريانو. خلينا بعد انا كالعاده انت خرجت اللي ما يقولوش شو ما تقولوا انت. به برك الله. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ثلاثه قالوا ميسي واحد قال ادريانو والوحيد اللي جاب إجابة صحيحة بيان سوري مين كمون. إيرلينغ هالاند هو اللاعب اللي مركة أسرع خماسية في تاريخ من 22 حتى 57. فوالا من 22-57 هو اللي مركة الخماسية نتاعو الأسرع في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية. ميسي مركة خمسة بونتو ضد ليفركوزن في 2012 وهالاند ما نحبش نقول وقتاش خاطر الناس الكل تعرف المزيكي ماركية تو في الشامبيونز ليج في آخر مقابلة لمانشستر سيتي قدام لايبسيتش الألماني. دونك ميسي الخمسة اللي ماركاهم عام 2012 ضد ليفركوزن بين 25 و 84 دقيقة ولويس أدريانو كانت البونتويت ماركيها ضد باتي باريسوب بوريسوب بلوتو البونتويت بين 28 و 82 دقيقة. دونك أسرع هداف والأسرع خماسية كانت هالاند. شبيك يا زوز كملوا الماتش وما كملش الماتش هو كان خلاوه يكمل والموضوع هذاك الكل عاد نحب نرجعوا له. خلينا نرجعوا ديما نحكيوا على السرعة بما أنه نحكيوا على الرابيديتي والسرعة نحكيوا على فيرست ديليفري أول شركة توصيل وأسرع شركة توصيل في تونس فيرست ديليفري اللي تضمن وتضمن التوصيل لأي بلاصة على كامل تراب الجمهورية في أقل من 24 ساعة وزيد الخلاص من غدويك يعني حتى الخلاص بسرعة كالعادة. فيرست ديليفري شركة التوصيل الأولى والوحيدة في تونس تضمن لك زاد البيكاب تضمن لك الليفريزون والبايمون كل يوم من نهار الاثنين حتى لنهار الأحد عام. دونك مع فيرست ديليفري الأمور ديما 7/7 يا سيريضا. دونك فيرست ديليفري هي شركة اللي مشروعك يكبر معاها وبالك مرتاح.